ازيكم يا كل اصحابي من كل مكان في الدنيا، انا بحبكم قوي. والنهارده جايبه لكم فيديو جميل خالص. النهارده حصل معايا حاجات غريبه قوي، ما كنتش متخيله ان في حد بيكرهني وعايز ينتقم مني كده. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي هيحصل النهارده. بس قبل ما نشوف ايه اللي هيحصل، كل اصحابنا اللي لسه ما اشتركوش في القناه بتاعتي لازم ينزلوا يضغطوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان يعلموا على الجرس علشان يوصل لهم كل الفيديوهات بتاعتي الجميله. وكمان ما ينسوش يعملوا لايك للفيديو بتاعي علشان اكيد هيعجبهم ويوروه كمان لكل اصحابهم. يلا نبتدي على طول ونشوف ايه اللي حصل النهارده. اجري يا جوني، اجري اجري يا جوني، يا انسانك اجري بسرعه. حبي يا ماما التلفزيون. الله، حاضر يا طمطومه. شفتي جوني بيجري ازاي؟ شاطر يا جوني، برافو. الكرتون النهارده كان جميل قوي يا ماما. يلا بقى كفايه كرتون كده بقى يا طماطم علشان معاد نوم الجهل. يلا يا حاضر يا ماما، انا هروح اغسل اسناني وهنام على طول. يلا يا قمر، تصبحي على خير يا ماما. وانتي من اهل الخير. كانت حلقه جميله قوي بتاعت توم وجيري النهارده. يلا انام بقى علشان اصحى بكره اعمل الحاجات اللي ماما بتقولي عليها وتسيبني اتفرج على حلقه كمان. اطفي النور يا طماطم. حاضر يا ماما. ها جبت السلم؟ ايوه ايوه يا مجدي جبته. طب يلا يلا بسرعه هاتوا هنا علشان نطلع بسرعه على البلكونه قبل ما حد يحس بينا. الدنيا ريلت وخلاص، الناس كلها نامت في الكومباوند ده. البنت دي لازم ننتقم منها شر انتقام على اللي عملته فينا المره اللي فاتت. دي سلمتنا تسليم اهالي. يلا يلا هات السلم. انا قفاه ورم. معلش معلش. لا تعالى معايا بقى، ده تقيل قوي. يلا نشيله سوا. يلا بينا. يلا اطلع بقى. وتطلع انت الاول علشان تسلك لنا الطريق كده وتشوف في حد صاحي جوه. يا عم البنت تشوفني وتصرخ. انت خايف ولا ايه من حته مفعوصه صغيره؟ يا دي النيله، خليك في ظهري بس. ماشي ماشي، ما تسلمنيش زي المره اللي فاتت. لا لا انا برضو بتاع الكلام ده وانا زيك برضو يا راجل. ما تقلقش ما تقلقش، اطلع انت وانا هجيب الشومه بتاعتك. ماشي ماشي. البيت شكله هادي وساكت وشكل كل الناس اللي هنا نايمين. اهم حاجه ان احنا دخلنا على اوضه البنت على طول. الحمد لله ان احنا ما وقعناش في اوضه تانية. ايوه ايوه، ما انا سالت على البيت قبل ما نيجي وعرفت اوضه البنت الصغيره دي فين. مية مية يا مجدي. لا شغل على الميه بيضه يعني. يلا يلا مين اللي هينزل الاول؟ يلا ننزل احنا الاثنين بشويش. اضربها إيه على دماغها ونخلص مره واحده. لا لا يا عم، احنا يا عم سيبنا ننتقم منها، دي بلغت عننا. لا يا عم دي برضو عيله، ما ينفعش زي الكلام ده، احنا مش قاتلين قطط. اسكت اسكت احسن هتصحى. بسرعه بسرعه كممها. يلا ارفع معايا ارفع. اسكت اسكتي، اهدي خالص، مش عايزين ولا نفس. انت فاكره ان انت هتفلتي باللي انت عملتيه فينا ولا ايه يا بنت انت؟ يلا يلا شيلها على كتفك بسرعه. بالراحه بالراحه، انزل بشويش. ما انا نازل بالراحه اهو يا عم، في ايه؟ ما توترنيش. بطل يا بت انت بقى، انت عماله تفلفصي كده ليه؟ الله الله اسكتي بقى. بس بقى يا بت انت عماله تفلفصي كده ليه؟ اسكتي بقولك اسكتي. لا 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 الحقوني الحقني يا عم الحقني. حاضر حاضر ما تخافش ما تقلقش، هتفضحنا بس كده. اسكت اسكت. حاضر حاضر يا عم، انا هقع في الشارع يخرب بيتك. اخلص. حاضر حاضر، السلم اهو اهو. بشويش بالراحه، حط رجليك من غير ما ايه، ما تفضحنا كده وتعمل اي صوت. ايوه كده ايوه يا عم كده. انزل انزل ما تقلقش، انا ماسكهولك اهو. امسك يا عم كويس احسن اتكعور. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنطلع بيها على الجزيره يا عم. يلا يلا قبل ما حد يشوفنا. يلا يلا بينا. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصل لكم كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله، قناه العابي. باي باي يا اصحابي.